احنا زي ما قلنا في 5 خطوات للطب المبني على الدليل او الايفيدنس بيست ميديسن. اول حاجه اسكينج، تسال السؤال. ثاني حاجه اكسسنج، انك تدور على اجابه السؤال. وقلنا اسكينج اللي هو نفتكرها بيكو، ان انت تدور على النوع المريض والانترفنشن، ايه التدخل اللي هعمله، وان انا بقارن ما بالطرق الثانيه. بالنسبه للاكسسنج قلنا ان في عندنا حاجتين، في مراجع زي الكتب الدراسيه مثلا، وفي الحاجات اللي هي الابحاث العلميه الجديده اللي هو الفور جراوند. نيجي للجزئيه الثالثه اللي هو ابريزنج، ان انا دلوقتي عندي كم من المعلومات عايز ارتبهم. في طرق كتيره جدا للابريزنج، انما اسهل حاجه اللي هو الهرم اللي احنا شرحناه في الجزء الثاني، اللي هو بنشوف الليفل اوف ايفيدنس ده، هل ده دواء مجرد بس جربوه في المعمل، ولا ده جربوه في مجموعه حالات عددها قليل، ولا في كومباريتيف ستادي، ولا في بلايندد كنترولد ستادي. فبالتالي ده الابريزنج. في طرق كتيره للجريدز، في بطريقه اي بي سي و و، انما في الاخر كلها ليها نفس المحور، ان هو بنرتبها ان الحاجه الاقل غير الحاجه الاعلى. زي مثلا هنا اهوت ليفل 1 اللي هو الراندمايزد كنترول ستاديز، في حين ان ليفل 3 اللي هو اقل حاجه اللي هو الاكسبرت اوبينيون والحاجات اللي زي كده. بعد كده بتطبق البحث اللي انت خدته دوت، واللي انت خلاص شايف ان هو كويس، وفي نفس الوقت بتطبقه وبحيث ان يبقى مناسب مكانك ومناسب احتياجات المريض. يعني مثلا مريضه جات لك منتقبه وبتقول انا مش عايزه دكتور يكشف عليا راجل، يعني ده من حقها، ومن حقها ان انت تشوف لها واحده ست، مش انك تقول دي ست جاهله مش فاهمه حاجه هي هتمشينا على مزاجها. لا، ده مش شغلتك. انت شغلتك انك بتقدم الخدمه الطبيه في حدود ما يناسب المريض بتاعك، مش اللي يناسبك انت. في هنا بقى بعض الحاجات اللي تظهر في الموضوع. في حاجه اسمها جايد لاينز. جايد لاينز يعني ايه؟ جايد لاينز ديت اللي هي الطب الصح، او الطب الكويس، او الطب اللي المفروض نعمله. بس هنا في نقطه، هو مين اللي بيحط كلمه صح؟ ده الطب ده علم، ما فيهوش حاجه في الدنيا 100%. فبالتالي هم بيشوفوا الليفلز اوف ايفيدنس، الافضل حاجه موجوده، ويقولوا والله احنا هيبقى الجايد لاين بتاعنا ان احنا نمشي بالطريقه الفلانيه. لكن هذه الجايد لاينز عيبها انها قابله للتغيير، دي جزئيه لازم تبقوا فاهمينها. الجزئيه الثانيه انها بتتغير اصلا، يعني كل 5 سنين المفروض انها بتتغير. فبالتالي انت ممكن ان الجايد لاين ما يبقاش كتاب الوزاره، وهي دي الشيء الخطير اللي العقول بتاعت الاطباء ممكن تقع فيه، ان يبقى ايه يقول لي هو ايه العلاج الصح؟ هو ايه الكتاب الوزاره بيقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها في الطب كده. انت بتشوف ايه اعلى دليل وبتمشي عليه، لما تلاقي دليل اعلى يبقى بتنقل عليه، لكن ما ببقاش ماشي بنظام ان اصل المدرس قال لنا كذا في الفصل، واصل كتاب المدرسه قال كده، ده مش موجود. الجايد لاينز دي اتعملت لان شركات التامين والحكومات والمحامين والمجتمع الطبي عايز يحاسب الناس، عايز يحاسب بحيث ان يقول للدكتور انت اخطات ولا لا. فبالتالي بيحاولوا يبقى عندهم مرجعيه يمشوا عليها، لكن ده مش موجود في اغلب الحالات. يعني ممكن تلاقيه موجود في حالات، بعض حالات الطوارئ زي مثلا مايكارديال انفاركشن مثلا، حوادث التوقف التنفس، الحاجات زي كده. لكن زي ما قلنا الجايد لاينز دي هي علم زي كل العلوم وقابله للتطوير، وهي فعلا بتتطور وبتتغير. وعشان كده في ناس كتيره جدا بتحذرنا من ان احنا نستعمل الجايد لاينز كانها قران. لا، الجايد لاينز ديت هي علم وقابل للتطور. من ناحيه اخرى في خطوره ان للاسف زي ما الفلوس بتفسد بعض الابحاث العلميه، برضو الفلوس في بعض الاحيان بتفسد بعض الجايد لاينز، انها بيبقى في بعض الشركات او بعض الاطباء لهم مصالح معينه، بحيث ان هم يشجعوا استعمال دواء معين ويحطوه في الجايد لاين رغم انه ممكن ما يكونش دوت حاجه صحيحه. ودي يعني قصة شهيرة جدا، في حاجة اسمها لايم ديزيز. لايم ديزيز ده بارازايت موجود في يعني في جبال روكي في امريكا،
الجايد لاينز اتحطت له، وبقوا في الجايد لاينز دي دواء بيشجعوا الناس على استعماله في علاج اللايم ديزيز. اتضح ان الدواء ده مش فعال، وبل بالعكس ممكن يبقى مضر، وان كان وضعه نتيجه ان اللجنه اللي بتحط جايد لاينز كانت ليها اسهم في الشركه اللي بتنتج هذا الدواء. ودي طبعا كانت فضيحه، وده يعني الارتكل بتاعتها من امريكان جورنال اوف لو، دي كانت في 2012 يعني. فبالتالي احنا مش لازم نبقى واخدين الموضوع بالطريقه ديت. وعشان كده المقاله دي من المقالات الشهيره عندنا في جورنال بتاع جمعيه جراحه العظام الامريكيه، اللي هو كلينيكال براكتس جايد لاينز ذير يوز مس يوز اند فيوتشر دايركشنز. فبالتالي بياكد في الجزئيه ان على نقطه ان المعلومه لما اخدها لازم اشوف مصدرها ايه، لازم ابقى في تدبر، لازم ابقى بتابع مين اللي بيتكلم، واللي بيتكلم ده لازم يبقى واضح قصادي ويقول لي انا كتبت الجايد لاين ده او عملت البحث العلمي ده وانا واخد فلوس من الشركه الفلانيه مثلا، بحيث ابقى شايف ايه العلاقه. لان دي حاجه حتى في الاعلام، حتى في الثقافه، حتى في الفكر، لازم ابقى عارف. اما بقرا مقاله لازم اشوف مين اللي كتب المقاله دي، اما بسمع معلومه بشوف مين اللي بيقولها. وعشان كده يعني اذا جاءكم فاسق بنبأ، يعني انت دلوقتي فتبينوا، يعني انا لو واحد فاسق جه بنبأ ماخدوش كده هوت، لا لازم ادور ايه اللي ورا الموضوع دوت. طيب احنا هنا هوت لازم نوصل لجزئيه في الاخر، ان انا العلم او البحث العلمي اللي انا بعمله مش هدفه ان انا افسر الاشياء، انما هدفه ان انا اوصف اللي قصادي. لازم انت كباحث علمي تشتغل بايفيدنس بيزد ميديسن، لازم تحاول انك تحط نفسك انك قاضي، ان انت بتقيم اللي قصادك من غير مشاعر ان انت عايز الدواء ده يجيب نتيجه كويسه او انك عايز الدواء ده يجيب نتيجه وحشه، لان ده بيأثر على طريقه حكمك. وده من ضمن الحاجات الخطيره، ان احنا في ناس بتحاول انها العلم ده يبقى بالنسبه لها تفسير للسببيه الكوزاليتي، لكن هو وظيفه العلم انك تو ديسكرايب، انك تصف ما يحدث من غير ما تحاول تستنتج منه اكثر مما يحتمل. يعني انا يعني دايما المثال ده بحب اديه، اللي هو كان في البحث دوت بيقول لك ان الناس اللي اتكسروا في الفخذ لو اتعملت لهم العملية بدري نسبة الشفاء عندهم أعلى، في حين لو اتعملت العملية عندهم متأخر 5 أيام نسبة المضاعفات بتاعتهم بتبقى أكتر. لكن لما بصينا جوه البحث اتضح إن الناس اللي عملوا عملية متأخر هم اتأخروا أصلا لأن حالتهم أساسا وحشة، فما كانش ينفع يتخدروا أو يتبنجوا غير بعد 3 4 أيام على ما يظبطوا حالتهم. هما بالتالي المجموعه اللي دخلوا اتاخروا هما لان هما اصلا حالتهم وحشه. وبالتالي في تفاصيل كتير جدا لازم تخش فيها في اي بحث انت بتقراه. فما انا اديك بحث اقول لك ده الليفل اوف ايفيدنس بتاعه كنترولد راندمايزد دبل بلايند ستادي، ده مش معناها ان ده خلاص بقى جايد لاين، او مش ده مش معناها ان ده خلاص مصدق بيه. لا، انت لازم تقرا جوه البحث، شوف مين اللي كاتبه، كتبه ازاي، الميثودولوجي بتاعته اتعملت ازاي زي ما قلنا، قارن ازاي، اختار المرضى بتوعه ازاي، الريزلتس بتاعته حللها ازاي، بحيث ان احنا وصل للكونكلوجن دي ازاي، انها ما اخدهاش زي ما هي كده وخلاص. عشان كده احب يعني افكركم في الاخر ان انت كطبيب مش المطلوب منك ان انت تبقى بتفكر بس بجزئيه المهارات اليدويه، هعمل عمليه ازاي بس، او ان انا هكتب الدواء ده ازاي بس. لا، انت لازم يبقى عندك قدره على التحليل اللي هو اسمه critical thinking او التفكير النقدي، ان انا المعلومه اللي بتوصل لي انا مش باخدها مسلم بيها وبمشي وراها وخلاص، لا انا بحللها، بشوف ايه اللي وراها وايه المبني عليها ووصلوا للمعلومه دي ازاي، بحيث ان انا فعلا اقدر ان انا اشوف المعلومه دي فعلا لها المصداقيه اللي امشي معاها ولا لا. وده زي ما قلت لكم في الاول خالص،
ان ده هتلاقيه بيظهر في حياتك كلها، لان في العلم وفي الحياة المادية مفيش حاجة اسمها حق مطلق وحاجة اسمها خطأ مطلق. وفي أدوية كتيرة الناس فضلت ماشية عليها 20 و30 و50 سنة، وبعدين قال أخ دي مشاكل خطيرة ووقفت. والعكس، في حاجات كان بيتقال عليها غلط واتضح إنها صح. أنا لو أنا رحت لواحد من 500 سنة قلت له إن في حاجة اسمها عربية، هيقول لي عربية ده شيء لا يتقبله العقل. فبالتالي المنطق والعقل ده يحكمه ان التجربة والنقل، انما ما فيش حاجة اسمها ان انا ابقى واخد الموضوع كده هوت على علاته، او ان عشان حد قال لي انه كذا فهو كذا. لا، انت لازم بتاخد الموضوع بتحلله وبتشوف بعده ايه وبتشوف تأثيره على المدى الطويل ايه. وعشان كده احنا الثلاث محاور اللي بيحكموا التفكير بتاعنا هو العقل والنقل والتجربة. العقل اللي هو الفكر بتاعي، والفكر بتاعي ده زي ما اتفقنا هو محكوم بقدراتي ومحكوم بالبيئة اللي انا فيها ومحكوم باللي انا فيه. النقل اللي هو زي ما قلنا نتثبت ونتأكد من المعلومة اللي جاية وجاية من مين وجاية ازاي. التجربة ان انا بطبق اللي املاه عليا العقل والنقل واشوف هل ده فعلا اداني النتائج الصح ولا لا، او ان انا بشوف تجارب الاخرين. انا مش لازم اغلط نفس الغلطات اللي غلطها اللي قبليه، انا بشوف اللي قبليه جرب التجربه ديت جابت معاه نتيجه ولا لا. وعشان كده حتى في التاريخ، التاريخ ده علم الناس مش بتقراه عشان تبقى قصص وحواديت تقعد تقول يا سلام ده احنا كنا كويسين واحنا جيشنا فتح ما اعرفش ايه سنه كذا. لا، انت بتقرا التاريخ عشان تتعلم نقاط قوتك ونقاط ضعفك وبالتالي تطبقها في المستقبل. فبالتالي المنظومه بتاعت العقل والنقل والتجربه دي لازم تبقى على طول مترابطه في كل حاجه في حياتنا، سواء في الطب او في غير الطب. وانا شاكر جدا ليكم، واتمنى ان يعني موضوع البحث العلمي والايفيدنس بيزد ميديسن يكون بقى واضح بذهننا. زي ما قلنا احنا مشينا في الاول، قلنا ليه احنا بنتكلم على الايفيدنس بيزد ميديسن، ليه انت لازم تعمل بحث علمي، ازاي تبني السيره الذاتيه بتاعتك وتبقى سيره ذاتيه قويه، ايه هي الايفيدنس بيزد ميديسن والمراحل بتاعته، مستوياته، الهرم بتاعه، الخمس خطوات بتوع الايفيدنس بيزد ميديسن، ازاي نكتب البحث العلمي وازاي ان احنا نطبقه بحيث ان في الاخر يبقى عندك القدره النقديه اللي وقتها هتلاقيها انها بتساعدك في بناء شخصيتك كشخص وكطبيب، ان انت فعلا بتعالج العيانين بتوعك بالطريقه الصح اللي تفيد المريض بتاعك وتعملك اللي هو بقى زي ما كنا دايما بنتكلم اللي هو طبيب حكيم ناجح. لان الحكمه هي ان انت بتربط الامور ببعضيها، مش بتاخد الاجزاء كفسيفساء صغيره، لا، بتشوف الصوره الكبيره وبتشوف الصور الصغيره اللي بتكون الصوره الكبيره. شكرا جزيلا.